تحية طيبة لكم مشاهدينا في كل مكان، أحييكم في جولتنا الفنية والمنوعة لهذه الساعة، فأهلا بكم. واحد من نجباء مدرسة الرحابنة وأحد أبناء جيلها الثالث اختار أن يدخل بموسيقى الرحابنة عالما صامتا ليلفت الانتباه إلى مشكلة التوحد بصوت جديد قد يشد الآذان الشاردة وهو صوت الموسيقى. نتحدث مشاهدينا عن منصور الرحباني الحفيد أو منصور مروان الرحباني، نتابع هذا التقرير عن أعماله ثم نعود إلى الحديث معه. أحد أبناء الجيل الثالث من الرحابنة في مهمة مجتمعية وحضارية، منصور مروان الرحباني اختار أن يقف وراء الكاميرا مخرجا ليكون إضافة واعدة لتاريخ عائلة فنية عريقة، فكانت باكورة أعماله فيديو كليب لأطفال التوحد مختارا الواقعية بعيدا عن الحلم. دعني أسمع صوتك، دعني أسمع صوتك، بدد هذا الصمت يا طفل التوحد. أغنية رحبانية بامتياز دعني أسمع صوتك، كتب أشعارها الراحل الكبير منصور الرحباني ولحنها مروان الرحباني. قل شيئا، قل كلمة تسعد هذه الدار، من عينيك يطل الفجر وتشرق شمس نهار. ومع تصويره أغنية أريبيان دريم يكون منصور قد أدخل فن الرحابنة منطقة فنية جديدة تتداخل فيها الرؤية الشرقية بالإيقاعات الأفرو أمريكية. الأغنية الرومانسية مدرسة رحبانية عريقة يحاول منصور مروان الرحباني دخولها بأدوات شابة وروح جديدة من خلال فيديو كليب لأغنية تركني روح للمطرب اللبناني ميشيل رميح. مشاهدينا مرحب باستوديو اليوم على الحرة بمنصور الرحباني، اهلا وسهلا فيك منصور مروان الرحباني. منصور يعني هيك بلا يعني نحن عندنا بلبنان في فترة من فترات درجة انه مش هينة تكون لبناني، نقول مش هينة تكون، انت معك مش هينة تكون رحباني، ما انا نقول اكيد مش هينة، اكيد مسؤولية كبيرة بس بتعلم منهم وبجرب كون مثلهم اكيد. طب ليه الاخراج؟ يعني توزيع الكتابة وأيضا التلحين، ليه الإخراج أنت؟ الإخراج يمكن أنا حبيتها من ورا بي أكيد من جو البيت. يمكن ما كنت كتير ركز على الموسيقى، كنت أسمع كتير، أسمع بي عم بدق، تعلمت موسيقى بس يمكن الإضاءة والكاميرات وكنت صبي صغير حبيتها يمكن. طب قد ايه مأثر بالمدرسه الرحبانيه اذا بنقول بالاخراج يعني وخاصه المسرح الاستعراضي، انت يمكن كنت تشوف بيك بالمسرح الاستعراضي وتراقب وتشوفه، كنت عم تلاقيه تحت الهواء، كنت دائما تتواجد ولكن مش بطريقه رسميه يمكن انه انت موجود. مزبوط. هلا بين المسرح اكيد وبين برحبان برودكشنز مع بي وقت الكوربريت فيلمز والدعايات، ويمكن حبيته من انا وصغير ودائما يعني وقت يرجع على البيت اساله شو هاي وكيف عملته كذا وحشريه يمكن حشريه هيدا وربيت معي. طيب ايمتى صار مساعد مخرج يعني منصور رحباني مساعد مخرج بشكل رسمي؟ اعترفوا فيك يعني انه اعترفوا موجود. في اول مره بالصيف 48 عملناها ببيبلوس اول شيء ورجعنا عملناها بالكازينو لبنان، وهلا عم نشتغل كمان على مسرحيه ملوك الطوائف بالدوحه باختتام مهرجان الثقافه وكمان عم بشتغل مساعد مخرج. طيب رح شوف انا وياك كليب دعني اسمع صوتك، لما نحكي كثير عن هالكليب ما بعرف اذا صار جاهز معنا على الهواء، بنشوفه سوا بنرجع بنحكي عنه. بدد هذا الصمت دعني اسمع صوتك، فرح الأجمل أنت، دعني أسمع صوتك، بدد هذا الصمت، دعني أسمع صوتك، فرح الأجمل أنت. قل شيئا، قل كلمة تسعد هذه الدار، من عينيك يطل الفجر وتشرق شمس نهار. قل شيئا، قل تسعد هذه الدار،
بين عينيك يطل الفجر وتشرق شمسنا. منصور، هيدا أول كليب مصور إلك منزل بإخراج منصور الرحباني، ليه اخترت هالتجربة بالذات لتكون أول تجربة إلك يعني بالأسواق إذا فينا نقول، وشو تعلمت من عالم التوحد؟ هلا قد إيه غصت فيه؟ فعلا كثير، أول شيء اخترته أنا لأنه الأغنية بحبها، الأغنية بحبها كثير وكانت انكتبت من 4 أو 5 سنين. كنا قاعدين وقلت له لمروان بيي إنه حابب أخرج له فيديو كليب. قال لي اكيد، بس ما كنت عارف انه هالقد صعبه، يعني انا فيديو كليب فاين انه غنيه حلوه وتوحد، بس وقت انت شدك الموضوع يعني حبيت تسلط الضوء على الموضوع. الموضوع والكلمات كثير كانت مؤثره. سالت كثير عن التوحد، صارت تصعب علي زياده. بقى من ناس اخصائيين ولاخر شيء عرفنا قد ما فينا وشفنا الاولاد كيف بيتصرفوا، وكان تجربة كثير حلوة. طب أنا بدي أتوقف عند الطفل بالكليب، الطفل عرفت منك إنه منه مصاب بالأوتيزم، يعني منه من مرضى التوحد، ولكن اللي بيشوفه يعني أدائه التمثيلي كان جدا رائع ومقنع، قد إيه كان صعب عليك أنت كمخرج وعلى الطفل تفوتوا بهالعالم اللي يمكن نحن البراته ما كثير بنستوعبه وما كثير بنفهم أطفال التوحد، يعني قد ما نحاول نتقرب منهم بضلهم هن بعالمهم الخاص، كيف قدرتوا هيك تعكسوا هالصورة بهالقد حرفية؟ هلا أول شيء الصبي بوجه له تحية اسمه داني مسرة. أنا عرضت عليه، حبيت لأنه هو كثير شاطر أساساً. بقى عرضت عليه قلت له حابب تمثل بفيديو كليب، ومنه طالع تي في قبل ولا قدام كاميرا. قال لي ليش لا؟ بس إنه بتردد يمكن. قلت له عن الأوتيزم وأنت يمكن انتهى الحديث هيك. ما في يومين زمان إجى عندي صار هو يخبرني عن الأوتيزم. صرت انا اخر شيء ايده واخذ معلومات منه كثير. هو عمل ريسيرش يعني عمل ريسيرش كثير وسال كثير ناس، يعني للصبي بعمر 15 سنه او 14، يعني عن جد فظيع كان. طب كان في خوف من من عائله الصبي او منكم انه هالصبي وقت يفوت بهالعالم هيك يصير عنده رده فعل بينه وبين حاله، انه صار في خوف من هذا الموضوع حكيتوا فيه ولا ما خطر على بالكم؟ لا ما فكرنا هيك انه هو يتاثر بالجو، اكيد لا، لانه مثل ما قلت لك نحن بالعكس اخترناه لانه كثير واعي وكثير سال، ويعني راح بيعرف اكثر من الكل. بالعكس لا ما كنا خايفين من شيء. طيب يعني عمل بامتياز رحباني، حتى يعني غسان صليبه يعد من الرحبانيه. غادي التوزيع، مروان التلحين، منصور الجد الكلام، حضرتك منصور الحفيد الاخراج، وغسان عرفت منك انه غسان كمان الاغنيه مسجله من 4 سنين. مزبوط. انا كنت عم اقول له مشاهدينها تحت لواء انه انا اول مره بسمعها، يعني افتكرت جديد، فهيدا العمل يعني توليفه رحبانيه بامتياز. خبرني هيك ملخص طلعت منه، عمل رحباني ولا عمل لمنصور؟ لا هلا اكيد عمل رحباني ككل، يعني يعني بعدين الشغله مهمه كثير لإلي انه عم سويت فيديو كليب من كلمات جدي وموسيقى بيي وتوزيع عمي العائلية يعني. لا اكيد، وانا دائما بتابع اعمالهم كلها اكيد وبتعلم منهم، يعني انا سالتهم واخذت راي بيي بكذا شغله بالفيديو كليب، نصحني بيصير في خلاف أرى، بس بالعكس دائما بياخذ برايه وهذا الشيء كثير بيفيدني. طيب رح ارجع بعد شوي انا وياك للرحابنه، ولكن بدي احكي عن شيء ثاني وهو التعامل الجديد والكليب الجديد اللي صورته، Arabian Night Dreams. Arabian Dreams. Arabian Dreams للهيبنوتيك جيرلز. كيف صار التعامل مع هالفرقه وشو وصلك لهم وكيف وصلوا لهون؟ يعني هيك خبرنا تفاصيل. هلا اول شيء الغنيه اسمها Arabian Dream للهيبنوتيك جيرلز فيتشرينج دون بريتش، اجوا من هوليوود كاليفورنيا وصورنا بالامارات. ليه اجوا لهون وليه صورتوا هون؟ هلا هن اساسا عاملينها عن غنيه مهضومه بوب ار ام بي عن الجو بالصحراء والبحر والعيشه بالدول العربيه. اجوا لهون اساسا، نحن تعرفنا عليهم من فتره قديمه يعني، وبقيت الخبريه انه لازم نعمل شيء سوا وكذا، وفعلا عملوا الغنيه وقالوا لي بهمنا انه تكون انت المخرج، واجوا وكثير كان حلو الشغل معهم.
طب وامتى اللي راح نشوف الاغنيه؟ يعني ان شاء الله قريبا. شفنا شوي بالميكنج اوف بالتقريب. مزبوط بعدها بالبوست برودكشن هلا يعني ان شاء الله قريبا. طب هل يعني من هالاغنيه او من هالتعامل عم تتطلع لتعاملات هوليووديه ثانيه منصور؟ يعني اكيد كل واحد بيتمنى اذا اجتني الفرصه اكيد. طيب ننتقل من هالاغنيه لاغنيه ثانيه كمان تصورت وكمان ناطرينها بالاسواق وهي اغنيه مع الفنان ميشيل تركني حبك الاغنيه تركني روح لميشيل تركني روح المير. اوكي كمان صورتها مزبوط صورناها ببيروت من شي حوالي انا ولا اسم اليوم ظابط معي معك الا منصور رحباني معك الحمد لله اغنيه كثير حلوه صورناها للفيديو كليب من حوالي 3 جماع قريب يعني مش من زمان طقس ثاقبت نزين على الصيفيه ببيروت شتت تغير الستوري بورد ما تغير بس ساعدت انه اكيد تاثرت علينا بس انه واز جود وصورنا بكاميرا اول مره بتصور فيها بالميدل ايست الاري اليكسا مع دي او بي ستين فان دير فاكن اللي اجى من بلجيوم على لبنان لنصور بهالكاميرا طب شو في مميز بهالكليب؟ غير التصوير بالكاميرا هلا هي الفكره طورناها كانت شوي من ميشيل وشوي مني شو كان المميز فيها انا يعني صراحه كثير مؤثره ميشيل كان كثير فظيع فيها طيب سؤال ثاني يعني دائما منصور نحن وقت يكون في حدا يعني هيك من عمالقه كبار يعني ابن او حفيد دائما بنربطهم فيه يعني ابن مروان حفيد منصور قد ايه هالشيء انت يمكن بيبسطك ولكن قد ايه هالشيء كمان بدك لا انا منصور يعني يا جماعه اوكي ابن الرحباني ولكن انا عندي ستيل الخاص عندي نظرتي الخاصه عندي يمكن عم حاول اكون متميز بطريقه معينه هذا الموضوع كيف تنظر له؟ اكيد ما اثر علي ابدا وانا بفتخر صح بكون رحابني وبالعكس تماما هن دائما دعم الكامل بيدفشوا الشخص ليبين ليساعدهم ليكون عم يعمل شيء يحمل مسؤوليه الشغل مثل ما هن صار معهم مع بيهم مع عمهم يعني مع عاصي ومنصور ونفس الشيء معنا بيدفشونا ودائما بينصحونا باللي لازم نعمله ما نغلط دائما يعني نعمل شغله اكيدين منها منصور انا يعني جدا سعيده انه استضفت لاول مره يمكن بلتقي بحدا من آل الرحباني فان شاء الله هيك من وراك نلتقي بالكل شكرا أكيد. لوجودك معنا مشاهدينا اكيد بنتحول لاحمد وانجي مع ما تبقى من فقرات البرنامج شكرا فاتن وبنشكر طبعا منصور وسعدنا بوجوده معنا في الاستوديو وهو بيتكلم يعني انا بفكر انه فعلا اقل ما يقال انه شيء محترم ان الانسان يستغل مكان عمله انه يشير الى مواضيع هامه مثل التوحد شكرا منصور ومشاهدينا الكرام نراكم ان شاء الله في حلقه الغد تصبحوا على خير